والحالة تعبانة. المطلوب ابني. الحالة تعبانة. شو محتاج؟ تومر. شتحت؟ الحالة تعبانة. تومر. هذا شيء من عنده. بسيطة. والله حلني تجيت لهنا. عندك أولاد؟ أنا عندي عباس وفاطمة، هي فاطمة المهترقة ورقية وحلام. الله يخليها لك. الله يحفظك. الله يديمك. محتاج دعم؟ هي محتاج تومر. كفو. تليفونك وين؟ كفو. معاملتك اوراق جاهزه؟ كلها ليش مجازه من الشراب الحين سويت عطله؟ حسن شوف دوره الرئيس ما يخالف هاي نموذج اريد اشكي لك معاناتك احنا من المحمود بلي معاناتك شوف هاي الترك بسيط خلينا نحل مشكلتك مال قرض واجيك اسمع لك المشاكل وتدلل انا يعني ما عندي مشكله انت تحلها يا استاذ تومر 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 والله 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 بسيطه ابني بسيطه اسم حضرتك اسمك 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 علي عبد الله حسين ليش ما تشوف استاذ حسن شوف المعامله ليش ما تشوف اطلاق والله ما اعرف اجراءات قانونيه ما اعرف ما اعرف مرات الاجراءات زي احنا ما نقول يعني طلعوا لك استاذ يعني مثلا دوار تسجيل عقاري او الكفيل كلها كامله كلها كامله كلها كامله بس شغلتي وصولية صار صار كلها شغلتي صار بسيطة صار بسيطة صار بسيطة بسيطة بدل بس هاني ارجع لسيادتك بسيطة اشكي معاناة اهلي راح يطلب على الاسف الشديد تعالوا هذا الفساد وهذا الفوضى وعدم وجود من حكم عراقي بطريقه صحيحه وداكم هالوضع بس ان شاء الله نعبرها انت موجود ونصلحها نعبرها 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 ان شاء الله نعبرها نعبرها ان شاء الله نعبرها بسيطه بسيطه انا جاي قعد انا جاي ما دام الخيرين موجودين بني استاذ بسيطه خير ان شاء الله تدلل بسيطه شو مالك شو وين اهلك؟ بدوار وين اهلك؟ انا اهلي في البلدية. في البلدية. عندك اليوم جاية؟ عندي وياك كلكم روغي مو قدام. تمرين. أنا مولية. إيه. أنا رجلي متقطعة. بلي. وشاي اسمه 12 سنة. مجد. الله يكون بعونك. الله يكون بعونك. وصلت الرسالة. سحبت الأسكار. إيه. أمورنا زينة والحمد لله. بلي. سيارة شير اشترينا ونمشي نمشي بيها وكل شهر أجت عندي. أجت كورونا ماكو بعد. صحيح. وقف. 362 هو الناس كان يطلب لها 7 اشهر اي زين هذا وين اروح؟ ايش يطلب 6 اشهر؟ 7 ادور وين 180 الشهر اتجنى 180 بالشهر؟ اي 180 بالشهر اتجنى 7 اشهر هي مسدده ترى تقريبا يعني 7 اشهر مسدده ورا ما مسدده 7 اشهر ورا الاجراءات مال كورونا مسدده بسيطه زيد علي اذا سددت شو يصير؟ وش ما يصير؟ كم من دويا انا سدد لي صح سدد تدلني بدور واحد يقول لي انا جاي صدق انا تدلني بدور واحد بدور واحد صدق العمر لا لا بدور واحد لك انا تدلني دوره الرئيس استاذ انا جاي 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 ابشي تخدمون الناس طبعا زين وعد الناس تساعدهم بموضوع القرون حتى تجي مبادره لاسكان المواطنين ان شاء الله يعني احنا نتمنى المبادره تجي وايد يسالون عليها تجي مبادره خلال اسبوع نطبقها ان شاء الله بالمطلوب انتم شلون توفرون الاموال ان شاء الله وبدون فوائد بدون فوائد اكيد ولفتره طويله احنا قلنا 10 سنين ما 20 سنه 20 سنه حتى يصير عليهم اجر ان شاء الله موفق ان شاء الله وعزكم واكرم بالقرار شو امورك؟ الله يحفظك سيدي ايش صار لك هنا تراجع؟ والله فتره قليله ايش عندك؟ والله عندي تسجيل وانا عندي توتر والله شوي رحمه الله، كل عمره؟ عمره 28 سنه سيدي الله يعوضك ان شاء الله ايش محتاج؟ الله يسلمك حبيبي لا تبكي احنا جايين نفسر من دوله الرئيس
اللي متعثر من الاغصاب قصف الرياح على 24 شهر لمده سنتين بحيث نخفف عنه بالاجراءات. ايش عندك نقص بالمعامل مالتك؟ هذا مستلم. مستلم؟ مستلم، هذا مستلم بس عنده تسديدات متاخر بها. بلي. فيجون يقدم لنا طلب ونقسط له المبلغ. موفق ان شاء الله. شد حيلك. الله يحفظك سيدي. نعم تحدياتنا كبيره، ظروفنا صعبه، مشكله ان شاء الله ما تقصروا ان شاء الله. نعبرها كلها بوجودكم وجود طيبين ان شاء الله. الله يسلمك. ايش عندك ابني؟ السلام عليكم. سلام. الله يسلمك. انا ما منطي من شهر 2000. بلي. علي القرض 2,400,000. بلي. نعطيه 1,400,000 باق علي 1,000,000. انقسطك اياه ما يخاف، بس قدم طلب. 1,000,000. قدم طلب تقسيط؟ قدم السيد 1,000,000 باق علي. هاي السنة الجديدة عليها 7 أشهر. أيه. المليون 5 أشهر. وسبعة 12. جيت أسدد هسه. بلي. يقولون عليك 14. ليش؟ ما فوائد مسوين عليها؟ لا مو فوائد. 20 غرامات. احتمال. 14 وعليها فوقها 196. وين معاملتك؟ موجود. بس اسم حضرتك؟ عادل أحمد الفلس. تابع الموضوع. صح. يعني عليها شهرين زيادة و 190. ليش؟ صح. شو السبب؟ بسيطة. شيك اسم شيك. تصير مشاكل. لا. يلا تنحل إن شاء الله. كل عراقي يستحق ما عنده بيت، يستحق نحفظ كرامته، وهذا شغلكم هو يساهم مساهمة رئيسية بحفظ كرامة الناس. إما نعطيه قرض وبالقرض يبني له بيت ويحفظ عائلته. أطلقنا مبالغ كبيرة وراح نستمر نطلق بهالمبالغ حتى نوفر ظروف اللي تساعد المواطن بأن يختار حياته بالطريقة الصحيحة. المطلوب لكم تسهلون المعاملات وتجاوز البيروقراطية. نحتاج نخصص آليات لعوائل الشهداء، نعطي مسبقية ضحايا الحروب، ونحتاج تسديد يكون بعيد. كانت في السابق 10 سنين، الآن صار الحمد لله والشكر بجهودكم وبقى الحكومة 20 سنة وبفوائد بسيطة أو بدون فوائد. مع كل هذا حتى المصارف الأهلية أطلبنا معتهم الفوائد تكون فوائد بسيطة قليلة. بالنسبة لمصارفكم بدون فوائد مطلوب شلون نساعد الناس. الناس مستحقة وقاعد يشوفون عندنا عشوائيات، الناس لأنه قاعد تبحث عن مأوى. نحتاج 1,000,000 وحدة سكنية، فخلي الناس تساعدهم حتى هم يساهمون في توفير السكن لهم. إيش عندكم تحديات مشاكل إحنا جاهزين لها ذللها. الناس رعتها حقوق عليكم وعليها، لا ننسى هاي. وهذا القرض البسيط بدون فوائد يسعد الناس. هاي السعادة ترى تخليكم مرتاحين، ضميركم مرتاح، عوائلكم مرتاحة، وإحنا نكون مرتاحين اتجاه شعبنا وناسنا. ما عندي تليفون. ما عندك تليفون؟ ما عندي. تجي ويا المكتب، تعي ويا المكتب. تجينا هنا تاخذ ويا المكتب. تاخذ ويا المكتب. السؤال الله يرضى عليك. لا يدشك شات ويا الذئب بيسرح. هذا وقتك من يضرب الكلمه يرد على غسله. انت مو نسر الحمام. جا زرازير الوقت جنحك تهلسه، اصبر وبالك تطير. ايش ما تكون الدنيا شمسه. يا حالات اللي يرصد من الليل شمس. اريدك تصبر وتظل وياني. لأن وطيت حق اليتيم وطيت حق المحتاج. بسيط تدلليني. يلا خذوها بالمكتب جيبوها. زوجي متوفي وماخذ قرض وباقى عليه 11,000,000 وعندي بس المعين ابني. وما اعرف الحاله شو اسوي، وصار له 7 أشهر متوفي ومحتاره بوضعه وامري. وهذه ورقه كل ورقه. وعندي عمه معدوم سياسي. هو القرض باسمك لو باسمك؟ اي باسمي. باسم الزوج. محتاره شو اسوي؟ دوله الرئيس باسم الزوج. هو كان معين. اجي له قرض ما تجي. استاذ بقن بزدني عليه. يقول باكر. يعطي ورقه مكيال بنيه. وما عندي معين، عندي ولد واحد. تليفون ايش كتبيته؟ تليفوني. عندك تليفون؟ برا بالاستعلامات. بسيطه بسيطه ياخذ بس ياخذ انا اساعدك منه. اروح لك 60 في الدوار. اروح لك 60 في زين. انا ندار على عمرك.
يا بعد وصلوه البيت فدوه يلا صدق العمرك اروح بسيطه صدق ربي بسيطه يا ابو عبد الله احفظ هذا الرجل مو تلوقني له حتى لو ما تعطيني عوف ما دام قدرتني وجبتني هنا يمه الهي بحق محمد والي بيت محمد عندك بسيطه الهي بحق الحسين الوجيع عندك الهي بحق العباس الهي بحق علي بن ابي طالب إيه بعتك كل حرامي بسيطه يلا بسيطه بسيطه يلا بدور سلميني على الجهاله يا بعد قلبي يلا بدور